واحدة بواحدة. سأقرأ عليك نص وأنت تشاهد هذه الصورة وتحاول أن تربط ما أقوله لك مع الصورة. أنت تتمعن في هذه الصورة وتربطها بالكلام الذي أقوله لك، ثم تستحضر بمفردك ما سمعت من النص وتعبر عن المشهد من جديد. هل أنت موافق؟ نعم أنا موافق، ولكن يجب أن لا تنظر إلى الورقة التي أقرأ منها أنا، يجب أن تغمض عينيك. لقد أغمضت عيني، يمكنك أن تقرأ. لا بأس، سأقرأ عليك. دخل أحد الغرباء مدينة وهو يتجول فيها، وصل إلى مطعم البركة البركة، يقدم الشواء وبقي يشم الرائحة وهو جائع، ولكنه لم يأكل ولم يشتري شيئا. ولما أراد الذهاب ناداه صاحب المطعم وطلب منه دفع ثمن الرائحة، فرد الغريب بأنه لم يأكل، وأصر صاحب المطعم على دفع الثمن، ولكن الغريب حرك نقودا في جيبه. سمع صاحب المطعم رنينها وظن أنها له، لكن الغريب لم يعطه شيئا وقال له أنا شممت ولم آكل وأنت سمعت ولم تقبض. وتعجب صاحب المطعم من ذكاء الغريب ودعاه فأكل حتى شبع. في الحقيقة عنده نسخة ثانية للنص، نقرأها. دخل أحد الغرباء مدينة وأخذ يتجول في شوارعها حتى وصل أمام مطبخ يشوي اللحم، وتتصاعد من الشواء رائحة شهية، ورأى وسط الدكان مائدة طويلة فوقها خبز نقي ولحم مشوي وسبك مقلي. وبما أن هذا الغريب كان خاوي البطن فقد بقي مدة يتشمم هذه الرائحة الزكية وهي تسيل لعابه، وعندما أراد الانصراف ناداه صاحب الدكان قائلا يا سيد يجب أن تدفع ثمن ما شممت. فأجابه صاحبنا أعتقد أنني لم آكل شيئا حتى أدفع ثمنه، إلا أن صاحب الدكان تمسك بطلب الثمن. وعند ذلك تفطن صاحبنا إلى حيلة فوضع يده في جيبه وحرك الدراهم التي عنده، فسمع صاحب الدكان رنينها وظن أنها ستكون من نصيبه، ولكن الغريب قال له هل سمعت الدراهم يا سيدي؟ فأجابه نعم سمعت ذلك. فقال له صاحبنا حسن، واحدة بواحدة، أنا شممت ولم آكل وأنت سمعت ولم تقبض. فتعجب صاحب الدكان من ذكاء الرجل واستدعاه إلى دكانه وقدم له غذاء شهيا فأكل حتى شبع. نعم، استحضر ما سمعت في النص وعبر عن المشهد. ألاحظ في الصورة أن هناك رجلا ينظر إلى مائدة مملوءة بالطعام، وصاحب المائدة يطلب منه دفع ما رآه وما شممه، فأدخل الرجل يده في جيبه وحرك دراهمه، فقال له هل سمعت الدراهم؟ قال له نعم هاتها. فقال له حسنا، أنا شممت ولم آكل وأنت سمعت ولم تأخذ. جيد، نمر إلى الأسئلة. أستعمل الصيغة أعتقد. وعندما أراد الانصراف ناداه صاحب الدكان قائلا يا سيد يجب أن تدفع ثمن ما شممت. فأجابه صاحبنا
أعتقد أنني لم آكل شيئا حتى أدفع ثمنه. قل أمثلة على النحو التالي: أعتقد أنك لم تسدد الفاتورة. أعطيني أمثلة على هذا النحو. أعتقد أن المثابرة سر النجاح. أعتقد أن الدجاجة وضعت بيضة. أعتقد أنك لم تراجع دروسك. جيد، سأعطيك تعابير وأنت تكمل بما يناسب. أعتقد أن الخبر، أعتقد أن الخبر صحيح. أعتقد أن الرجل، أعتقد أن الرجل ميت. أعتقد أن الثعلب، أعتقد أن الثعلب ماكر محتال. أعتقد أن السعادة، أعتقد أن السعادة مطلب عزيز. أعتقد أن النجاح، أعتقد أن النجاح ثمرة الاجتهاد. أنتج شفويا. يستعمل الإنسان أحيانا الذكاء والحيلة لينجو من مواقف محرجة أو صعبة، شرط ألا يتخطى حدود الأدب واللياقة، ولا يحتال على الآخرين أو يتعدى على حقوقهم. هل توافق هذا الرأي أم ترفضه؟ برر اختيارك بالحجج اللازمة. نعم، أوافق هذا الرأي، لأن الحيلة والذكاء مرتبطة بالعقل، وهو ما ميز به الله الإنسان. ولا بأس بالحيلة والذكاء ما دام لا يوجد إلحاق ضرر أو سلب حقوق، بل استعمالها واجب، وهذا من الفطنة. احكي لنا قصة قرأتها أو موقفا حضرته أو سمعت عنه استعملت فيه الحيلة كحل لمشكلة ما. أتذكر ذات يوم أخي عندما كان صغيرا، كان أبي يعطيه قطعة خبز ويطلب منه تناولها لكي يأخذ الحلوى. وذات يوم فضح نفسه فأعطاه الأب قطعة كبيرة، ولما استدار أخي قطع القطعة ثم فتتها وخبأها في أماكن عدة. فاستدار أبي وتعجب لأنه لم تكن بيده الخبزة، ففضح أخي نفسه. فذهب أبي مكانه ووجد قطعة الخبز وراء الخزانة وتحت الوسادة وتحت الطاولة وتحت الصحن وأمام ووراء الطاولة. شكرا، بارك الله فيك.